شكرا للزميل عبد العزيز النصر، شكرا لضيوفك الكرام في الاستوديو. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات بي ان سبورتس في كل مكان، مرحبا بكم هنا في هذه المواجهة وفي هذا الموعد المهم في مدينة اسطنبول أو ملعب علي سامين، ملعب فريق جالاتا سراي الذي يستضيف اليوم وبقيادة هذا الرجل خوزيه سانشيز مارتينيز الحكم الدولي لإسرائيل، الرجل الذي يبدأ هذه المواجهة بالأسماء الكاملة كما يبدو وبكل اللاعبين، وأن يسجل من جديد في مباراة اليوم. بينما في الجانب هذه المحاولة إلى حكيم زياش داخل منطقة الجزاء، تسديدة من المغربي تصل إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية على يمين حارس المرمى أندري أونانا. أونانا في حراسة مرمى اليونايتد، دافع الفريق إلى حد هذه اللحظة برصيد 5 أهداف في الأبطال أيضا، وكان رفيقا لحكيم زياش مع أياكس أمستردام في عام 2019 عندما خسر عالمية طالت على وان بيساكا. المواجهات الثامنة تاريخيا صعبة جدا على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا. آخر المواجهات كانت انتصار جالاتا سراي هنا 10 سنة عندما فاز على بورساسبور بهدفين مقابل هدف واحد، ثم بعد ذلك 3 زيارات إلى لوكشو. العوبة في الجهة اليسرى، محاولة المرور اليسرى الآن أنجلينو، محاولة لتغيير اتجاه اللعب، أرضية الملعب مبلولة والأمطار متواصلة، لذلك من الأشياء التي يجب أن يكون حذرا في المرمى الإيفواري مهاجم الفريق التركي. صعد إلى برونو، كرة إلى غرناتشو، غرناتشو لأنه في الفورمة ولأنه قوية جدا خلال شهر ديسمبر. نعم خلال، ثم بعد ذلك تشيلسي ثم بورنموث، جدا قادم على مانشستر يونايتد. كرة بمحاولة ملعوبة لكن أيضا سفيان مرابط يتدخل ويبعد الكرة إلى خارج أرضية بيت المناسب للكرة، والمحاولة الماضية رأسية من حكيم زياش ملعب المباراة رامس بارك، كرة ملعوبة خطيرة لا زالت مستمرة وقائمة، مطالبة بركلة جزاء، مطالبة بركلة. لوكاس توريرا تعود من جديد مرة أخرى داخل منطقة الجزاء، يحاول لكن أونانا، أونانا أونانا في التوقيت المناسب، أونانا أخطأ عليها وينجح من خلالها في الوصول إلى أدوار متقدمة. بكل الرغبة بفريق كوبنهاجن الدنماركي على أوروبا من المجموعات، من المجموعات ولا يتأهل إلى المرحلة القادمة. كرة تعود من جديد الآن فيرجسون 11-12 لم يتأهل من المجموعة، وقبل ذلك في موسم 2005-2006 المنتخب الأوروغواياني. يعني كرة محاولة ملعوبة في الجهات اليمنى إلى تعود من جديد، وصلت إلى حكيم، ملعوبة في الجهات اليمنى، عرضية داخل منطقة الجزاء، سهلة تصل عند أونانا، سهلة الكرة والمحاولة. يونايتد بـ4 أهداف لـ3، 5 أهداف داخل منطقة الجزاء، عرضية تأتي لوكشو يصل. نعم وفي ذلك بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد برصيد 11 هدف هنا في هذه المجموعة كثاني عن أن يسجل في مباراة اليوم. زياش يسدده يبحث عن من إلى داخل منطقة الجزاء، سهلة عند حارسي المرمى أندري أونانا. أونانا يسيطر على كرته بالشكل المطلوب بعد عرضية جل هذا اللقاء ولم ينتصر، الآن يحاول من جديد لكن كرته إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى. هذه اللقطة، هذه المحاولة أمامية لكن أيضا تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب. سفيان مرابط يعود أهداف، الحديث عن لاعبين سجلوا 6 و7 لكن فيها أهداف الأدوار التمهيدية، ونعلم تماما، نعلم تماما بأنه في دور ربي لكرة القدم يعتمد أيضا على جائزة الهرم ويستقبل أهداف بسهولة. واليونايتد أيضا من السهولة أن يضرب، أن يضرب، أن يضرب، أن يضرب، أن يضرب، أن يضرب، نعم كاد أن يضرب. حولت عند أندري أونانا، 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 أولا لا قبل نهاية أحداث الوقت الأصلي. المركز الثاني على مستوى الصراع هدافين بطولة دوري من الوصول إلى التأهل
والوصول إلى المباراة القادمة أو إلى الدور القادم. الكرة في منتصف في ملعب المباراة، لوك شو لا مكان للأخطاء يا لوك، لا مكان للتعثر من خلال هذا اللقاء وفي شوط المباراة الأول، لذلك يبقى صافرة كانت موجودة، خطأ كان على اللاعب أنجلينو، كرة بمحاولة أمامية هنا الكرة لا 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 راية موجودة والتسلل على استضافة تركيا لبطولة كأس العالم للشباب اللي كانت عام 2013 ويومها هذا الملعب، نهاية أحداث هذا الشوط هنا في إسطنبول. كرة فيها تدخل، صافرة موجودة وخطأ على سفيان مرابط، خطأ يأتي على الدولية المغربي سفيان مرابط، حكم المباراة سانشيز مارتينيز يطلق صافرة نهاية الأحداث بتقدم مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، متابعي قنوات بي ان سبورتس في كل مكان، مرحبا بكم وعودة. يظهر ريكاردي بالصورة المطلوبة من خلال مواجهات اليوم بانتظار حضوره ربما في شوط المباراة الثاني. في الجهة اليمنى عرضية من توريرا داخل المنطقة وكرة ملعوبة خطيرة جدا إلى خارج، خلالها أيضا عبد الكريم في أرضية الميدان، صافرة من حكم المواجهة خوزيه سانشيز مارتينيز يعلن عن وجود خطأ لمصلحة منتاج بهدف كارك، وفي مباراة الذهاب كانت المواجهة السابعة ما بين الأطار، تحولت إلى ركنية في الجانب المقابل، حكيمي على التنفيذ واشرف حكيم اللاعب اللي هو حكيم زياش طالت على أنجلينو، كرة بالخطأ هاري ماكوايا، وان بيساكا عرضية داخل منطقة الجزاء، الله 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 هدف ثالث والمرة هذه عن طريق وجود التسلل. إذا من سيترك أرضية الميدان؟ سفيان مرابط يترك أرضية الملعب للاعب، يشير إلى استمرارية اللعب. الكرة بعد ذلك فيها تدخل، صافرة موجودة وخطأ يأتي على لوك شو، خطأ يأتي على لوك شو، أرضية ساتش أبوي يعيد المحاولة إلى حكيم، يسقط في أرضية الميدان زياش، صافرة موجودة وخطأ لمصلحة غلطة سراي، خطأ لغلطة سراي، هذا حكيم أوليفيرا هو اللي راح يلعب الكرة والمحاولة الملعوبة داخل المنطقة من جديد، حكيم زياش يسجل مرة أخرى، يضرب وبنفس الطريقة، توريرا داخل منطقة الجزاء إلى حكيم زياش، يسدد زياش، أونانا يتصدى لمحاولة حكيم زياش، يتصدى طائر أوفر مارس، إيمانويل بيتي فييرا وأسماء أخرى، لولو من جديد أكتور كوغلو